الوطن الجائع. هذا الشيء كيتم في الوقت اللي كيقولوا لنا راه درنا لكم دستور جديد، دستور ديال المسؤوليه يكرس محاسبه، دستور تنتخبونه وتنتخبون اشخاصنا وموفينيكم مقربين للشعب. هذا الدستور اللي فيه واحد الفصل اللي لازم نعرفه جميع، كيقولوا لنا فيه بانه هذه البلديات ملزمه باش تخلق فرص الشغل والتنميه لصالح ساكنة الاقليم. نقول اين نحن من كل هذا؟ هذا الشيء ما كيتمش في البلديه بالناظر اللي عندها فائض مالي، اللي عندها دخل محترم جدا، وكنأديو من عرق جبيننا، كيأديو والدينا، كيأديو الساكنة هذا الإقليم، لكن هذا الشيء ما كيتمش على البلدية. كيف ننتظر أن يتم في جماعات قروية أو يتم في بلديات طبعا بين قوسين حقيرة أو تم إفقارها؟ لابد أن نخبر الجمعية الشعبية المعطلة والمعطلات بأن الدورة ديال اليوم تم تأجيلها إلى غاية 20 ماي من هذا الشهر. هذا التأجيل طبعا بمبرر عدم تواجد النصاب القانوني، ولكن في الحقيقة هذا الغياب ما هو إلا تهرب من المسؤولية، ما هو إلا مشاكل متعددة في هذا المجلس، ما هو إلا تهرب من مواجهة مباشرة مع المعطلين والمعطلات الذين في كل مرة نذكرهم بالالتزامات التي وقعوها مع إطار الجمعية الوطنية لحملات شهادة المعطلين. كيف يعقل وأنه في أيام الحملات الانتخابية كل برامج الأحزاب الرجعية المخزنية كتشبه كتقولوا لنا خدموا واحد 500,000، واحد كيقول لنا 600,000، كلهم كتصل بالمعطلين وكتقول لهم في مجلس مقبل أو في ولاية مقبلة أخدموكم الباب ديالي مفتوحة وحما بكم في أي وقت. ولكن جرت العادة أنهم كيتنصبوا رؤساء ويتم التنصل من الالتزامات، يتم التهرب عن أبواب الحوار، لكن هذه الحيلة فاتنا لها الشعب المغربي وفاتنا لها الجمعية الوطنية، وقررنا أن نقاطع في الدستور السابق وفي الانتخابات السابقة هذه الانتخابات المشبوهة التي يقاطعها الشعب المغربي بنسب عارمة وكبيرة جدا. إذ في الختام أيها المعطلين، أيتها المعطلات، يا ساتير مشات وجات، كنأكدوا لهاد المسؤولين لا مسؤولين بأن معركتنا مفتوحة على جميع الاحتمالات، وأن نحمل لهم كافة المسؤولية فيما ستؤولي الأوضاع بهذا الإقليم. بل معركتنا القادمة هي معركة إقليمية بمشاركة كافة الفروع على المستوى الإقليمي بمدينة الناظور. وأيضا نخبركم بأنه يوم غد سنشارك ومدعوين المشاركة جميعا في مسيرة فاتح ماي التي تخلدها الجمعية الوطنية تحت الشعار نضالات الجمعية الوطنية جزء ما لا يتجزأ من نضالات الطبقة العاملة. وانطلاقا الموقع ديالنا كابناء العمال فلاحين موظفين بسطاء، نقول بأن مسيرنا هو مسير واحد، وأن نضالنا واحدا، ويجب أن يتوحد بقبضة واحدة ضد النظام الفاسد، ضد المخزن اللي كيرف واللي كيحاول ينتزع منا مطالبنا ولا مكتسباتنا عبر التاريخ اللي حصلوا الشعب المغربي سنين طويلة وطويلة من النظام والصمود، وبغى يتراجع عليه طبعا بجرة وقلم، وكيحملنا الوزر ديال السياسات ديال الفاشلة، كيحملها المعطلين والفقراء بالوطن. نقول من يتحمل المسؤولية هم الذين يحكم هذه البلاد، من يتحمل مسؤولية فقيرنا هم طبعا اللي شدوا زمام الاقتصاد في هذه البلاد. ونقولوا لهذا المجلس الإقليمي بأنهم جرت العادة
لان هاد الامتيازات ما تعطيش غير النقود كما كتعطي في الاقليم بمادور. هاد الحوانت اللي كاينين في المركب التجاري اللي كاينين في المحطه ايضا لي باركينغ هاد لي كيوز كيديروا ما يسمى زيت الشحمه وظهر المعلوم. هادشي خصو يتعطى للطبقه الفقيره، يتعطى للمعطلين، ما يتعطاش للبرجوازيه، وما يتعطاش لرموز الفساد